بداية أود أن أقدم خالص التعازي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله ورعاه في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وأعزي أبنائه الكرام وأهله وجميع شيوخ آل نهيان وأبناء الإمارات في هذا المصاب الجلل، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. لقد كان المغفور له مثالا للإخلاص في خدمة الوطن طوال مسيرة حياته الحافلة، فيها شتى المواقف، في شتى الإنجازات. إن هذه المسيرة الحافلة بهذا الكم من المواقف والإنجازات لا شك أنها ستبقى خالدة لأبناء الإمارات، درس من دروس العطاء، درس من دروس الإخلاص، الوفاء، نموذج يحتذى به. منذ صباح الله يرحم الشيخ طحنون بن محمد طوال رفقته للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان مؤسس دولة الإمارات والشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، وأيضا استمرار العطاء إلى جانب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدولة حفظه الله. يعني هذه مسيرة عظيمة جدا ممتدة بها الكثير من الإنجازات المتتالية، ساهمت في بناء عزيز وحدة دولة الإمارات، فيها ثراء بالخبرة، ثراء بالحرص على مصلحة الوطن، استثمار تقدم الوطن ورقيه حتى آخر سنين حياته وهو يعمل بكل جد وبكل إخلاص وبكل تفاني. درس الإخلاص، درس الوفاء، درس التعلق بالوطن، إن الوطن هو المقدمة، إن الوطن هو الأساس في البناء، إن الوطن هو ما يجب أن نعطيه حتى آخر رمق في حياتنا. هذا أكبر درس نتعلمه من المغفور له الشيخ طحنون بن محمد. أنا من أبناء مدينة العين، شهدت عطاء هذا الشيخ بكل تفانيه وبكل إخلاصه. رأينا هذا، يمكن أنا رأيت بشكل أوسع وعن كثب، ورأوا جميع أبناء الإمارات كيف انعكس هذا الإخلاص وهذا الجد، هذه المثابرة في النهضة اللي عاشتها وتعيشها مدينة العين. يعني أسهم في كل مجال من المجالات، يعني تعيينه في كرئيس لبلدية العين في بداية الستينات واستمرار عطائه وعمله، ساهم في كل مجالات. يعني نستطيع أن نرصد مجال تطور التعليم، التطور في المجال الصحي، التطور في التخطيط الحضري والعمراني. ساهم مع المغفور له سيد، يعني المغفور له الشيخ زايد رئيس الدولة ومؤسس رئيس دولة الإمارات، أسهم في إرساء النظام الزراعي في مدينة العين، شجع على أن تكون مدينة العين بمثابة مدينة منتجة للزراعة، كان فيها رؤية الأمن الغذائي عندما تم توجيه مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه بوضع يعني كافة التسهيلات للمزارعين، مزرعة العوها، مزرعة إنتاج فسائل النخيل، تطور الصناعات الغذائية في مدينة العين. يعني كانت يعتبر العين يعني مصنع لإنتاج الغذاء لدولة الإمارات. فالرؤية اللي عكسها من خلال مرافقته للمغفور له الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات وأيضا الشيخ خليفة، وبناء على توجيهات سيدي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حاول أن يكرس ويعكس ذلك في كل المجالات. في مجال مهم أستطيع أن أتحدث عنه وهو مجال الآثار والسياحة في مدينة العين، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد حرص على استقبال عدد كبير من فرق المنقبين عن الآثار والباحثين والمؤرخين لآثار وحضارة دولة الإمارات في مدينة العين. يعني حاول أن يبرز هذا التاريخ الحضاري والعريق لمدينة العين، حاول أن يطور من المجالات السياحية لمدينة العين بكل مواسمها وبكل الفرص التي كانت يعني تزدهر فيها مدينة العين من خلال دعم القائد والمؤسس، دعم الشيخ خليفة، وحتى في هذه السنوات الأخيرة دعم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. كان هناك في جانب مهم مضيء ومشرق في ازدهار مدينة العين. لا ننسى أن هذا التاريخ وهذا العطاء الذي لم يغفل جانبا من جوانب الحياة سواء كانت في الماضي أو في الحاضر أو للمستقبل.